عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا. وهنا رباط إذاعة المملكة المغربية. أهلا وسهلا بالجميع، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. كان بودي أنني ندير واحد الحلقة ونقوم بالتحليل ديالي الخاص للخطاب ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بقبة البرلمان، ولكن نظرا لظروف أنني خاصة أنني حضرت للمقابلة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي ضد نادره إفريقيا الوسطى، حضرت المدينة وجدة وحضرت لي المقابلة مباشرة. ومن هذا المنبر كنشكر الناس ديال الشرق وخاصة الناس وجدة، يعني تبارك الله كان تنظيم هائل وكان حضور جماهيري وكانت تشجيعات رهيبة ورهيبة جدا. المنتخب الوطني المغربي الذي انتصر بخمسة أهداف لصفر، وانا من هذا المنبر ما بغيتش نناقش هذا الموضوع بطبيعة الحال، كنتمنى اننا نخليو وليد الركراكي انه يخدم في صمت ولا داعي للهجوم. ممكن أنك تنتقد، أعطي الأفكار ديالك، ولكن أنك تهجم السيد اللي هو هج الكرة المغربية فهذا شيء مؤسف. احنا مقبلين على كأس إفريقيا 2025، وديك الساعة يعني غادي نحاولوا قدر الإمكان أننا نفوزوا باللقب، نفوزوا بالكأس من قلب بلادنا، وديك الساعة إلى ما قدرش وليد الركراكي لكل حدث حديث. ودابا الدباب الإلكتروني الجزائري كيخرج سيدي في موقع التواصل الاجتماعي كيجي كيقول لك هو راه حنا جايين، خاصة وان المنتخب الوطني الجزائري الان كيحصل على 9 نقاط وانتصر مؤخرا على فريق الطوغو ب5 أهداف لواحدة. اولا الى شفنا المقابلة شكون اللي كان سبق الى التسجيل؟ المنتخب الزائر. ثانيا انكس كانت هناك ضربة جزاء واضحة، هامني كيهضروا على الكولاسة، الحكم ما علنش عليها. لو أعلن الحكم على ضربة جزاء وكان سجل المنتخب الخصم منتخب الطوغو الهدف الثاني، غادي يكون منحة آخر للمقابلة، ممكن أن المنتخب الجزائري غادي ينهار، ممكن تؤدي النتيجة إلى انتصار منتخب الطوغو وليس المنتخب الوطني الجزائري. مسألة أخرى، دابا كيهدونا كيقول لك المراركة وجدوا راسكم، المنتخب ديالنا قوي ورحنا جايينكم بالمروك وغادي نديو الكاس. أولا كنقول لكم أنا من هذا المنبر ما غاديش نقول لكم مرحبا بكم، لان غير مرحب بكم اصلا. وإلا جيتوا راكم غادي تخضروا عويناتكم وستجدون في المملكه المغربيه الشريفه ما لا يوجد في الجزائر. وانتم بعد اصلا موالفين كتخرجوا من الدور الاول كتقساو فيت وحتى توصلوا تيزيدوا نسميه سعيد كما كيقولوا، دوزوا الدور الاول ودوزوا الدور الثاني وزيدوا زيدوا وطلبوا انكم تتلاقوا مع المغرب، واكيد انكم غادي يعطيكم طريحه لاننا عندنا الحمد لله منتخب قوي، غير نخليو ان وليد الركراكي انه يخدم. زيد على ذلك ان واحد المساله، دابا الدباب الالكتروني في الجزائر الا شفتوا الاخوه راكم عاقلين كيجيو كيقول لك هو رانا غادي نقطعوا عليكم الكهرباء، غادي وانتم قررتوا تقطعوا علينا النفس، والله ما كرهتوا. وحنا غادي نقول لكم من هذا المنبر اللي عنده شي باب الله يسد عليه. وهنا سأحيل المغاربة في إطار خطته الاستراتيجية للطاقة المتجددة، أطلق أسماء الكرغولي، أطلق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب محطة جبل الحديد بمدينة الصويرة بقدرة إنتاجية تصل إلى 270 ميجاوات، وتسعى هذه المحطة إلى تعزيز المصادر المتجددة لتصل إجمالي الطاقة المتجددة في المغرب إلى 5440 ميجاوات، منها 2400 ميجاوات من طاقة الرياح. إذن هالمغربة المغاربة يو دابا قطعوا علينا النفس وقطعوا علينا الهواء وقطعوا علينا اللي بغيتوا، ما كاين حتى شي مشكل. أنا غير واحد المسألة بغيت نشير لها الإخوان باش ما تفوتنيش، هو منين جات ديك الفنانة الداودية دارت واحد الحفل بفرنسا، جات واحد الجزائرية قالت لها هاكي حملي العالم الجزائري. الداودية ما عرفش قتلهاش ما بغاتش، قالت لها اسمحي لي ما نحملش، راكم شفتوا الفيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وبرافو الداودية. كيفاش انها الداودية غادي تحمل واحد العالم كي ايتي تيسو بار ايميلي وماشي من الصنع ديالكم اللي صنعته هي ايميلي؟ هذه اولا، وهذاك سوقكم. ثانيا كيف يعقل انها الدودية غادي تحمل واحد العالم ديال واحد النظام اللي 50 سنة هو كيعادي المغرب؟
قطعتوا علينا، انتم كتقولوا بانكم باغيين تقطعوا علينا الكهرباء، بلعتوا علينا الحدود، بلعتوا الاجواء، كل شيء بلعتوه. اذا كيفاش ان هذه السيده غادي تحمل هذا العالم الجزائري؟ من حقها ومن هذا المنبر كنقول للدوديه الفنانه ديالنا كنقول لها شكرا جزيلا، وهذا هو الردع للكراغله. غادي نمشيو لواحد الجانب اخر. كنشوفوا واحد البيان خرجت به وكاله الانباء الجزائريه، وقال لك سيدي بان وزاره الخارجيه الجزائريه استدعت 7 ديال السفراء من دول اوروبيه للحكومات ديالهم طعنوا في القرار ديال محكمه العدل الاوروبيه فيما يخص الصيد البحري والفلاحه. وهنا واحد السؤال باش تعرفوا الغباء ديال هذا النظام. هذه بعد ما كيهمش الجزائر اصلا. ثانيا هنا كيتبين، علاش قلت لكم الغباء ديال هذا النظام الاوليغارشي، كيتبين بان الجزائر طرف في النزاع. زيد على ذلك ان كيقول لك بان هاد السفراء اللي استدعتهم وزاره الخارجيه الجزائريه قال لك صرحوا بانهم يستنكرون للقرارات ديال الحكومات ديالهم خاص بهذا القرار ديال محكمه العدل الاوروبيه. واش عيب الله هذه غادي يتقبلها العقل؟ كيف لسفير ديال دوله انه غادي يطعن في الحكومه ديالو؟ راه ما كاينش منا عيب الله. هنا باش تعرفوا الغباء ديال هاد الناس فين وصلت. عطيونا يلا غير تصريح ديال سفير واحد، تصريح صوتي مرئي، عطيونا شي واحد انه صرح وكيطعن في الحكومه ديالو. ما كاينش، مجرد نظام اوليغارشي كاذب ليس الا. زيد على ذلك غادي نمشيو لواحد الخرجه، خرجه الجزائري اكرم بلقايد رئيس تحرير جريده لوموند ديبلوماتيك. اولا هاد السيد واش متبع الاحداث ام لا؟ شنو غادي يخرج؟ غادي ينتقد قرار الرئيس الفرنسي ماكرون القاضي باعتراف سياده المغرب على صحرائه. هنا اولا جميع القرارات المتعلقه بتقرير المصير في الصحراء والمتضمنه للاستفتاء من اجل خيارين، كاين الادماج وكاين او الاستقلال، قد ولا عفى عليها الزمن وانتهت مع القرن الماضي. زيد على ذلك الاستفتاء في مطلع 1976 لم يكن ممكنا السي بلقايد حسب المبعوث الاممي للمنطقه بسبب الوضع الاممي نتيجه الحرب التي اعلنتها البوليزاريو تحت شعار بالبندقيه سنحرر الصحراء، وانتم ما حررتوش حتى الصنادل ديالكم اللي ما بقي الاثر ديالها في الكركرات. هذه اولا. ثانيا لم يكن الاستفتاء ممكنا كذلك في الثمانينات حيث رفض عسكر الجزائر اقتراح الاستفتاء الذي تقدم به جلالة الملك الراحل الحسن الثاني في مؤتمر القمة الإفريقية بنيروبي سنة 1981. إذن أنا هذا السيد هذا واش متبع بالأحداث أم لا؟ وباش نختموا هاد الحلقة الإخوان، عندي واحد الخبر صار إلى عقلتو في واحد الحلقة سابقة. كنت قلت لكم كاين واحد اللقاء سري ما بين القاده ديال البوليزاريو والمخابرات الجزائريه بالضبط بالعراق. شكون اللي استقبلهم؟ هو قائد فيلق القدس اسماعيل القاني، هذا من حزب الله بطبيعه الحال. وهناك اخبار مؤكده رغم نفي ايران، وهاد الاخبار شنو كتقول؟ بان قائد فيلق القدس اسماعيل القاني قد تمت تنحيته، تم اغتياله في الوقيتة التي تم فيها اغتيال حسن نصر الله. زيد على ذلك بان حتى القاده ديال حزب الله الان في شخص محمد الحسيني و عرفوا اللعبه القادره ديال ايران والتواطؤ ديالهم مع اسرائيل. هذا هو اللي خلى محمد الحسيني والشيعه بحزب الله بداوا يؤكدون ويقرون ويقولون بالحرف بأنه يجب حان الوقت أن نتعايش مع السنة. نحن كشيعة نريد أن نتعايش مع السنة بسلام. وأنا كنظن وغادي تكون ضربة قوية بالنسبة للقادة ديال البوليزاريو، لأن حتى حزب الله أنه منين اكتشف اللعبة القذرة ديال إيران والتواطؤ ديالها مع إسرائيل غادي يحاول أنه يغير الاستراتيجية ديالو في العلاقات الدولية، وممكن غادي يسحب الاعتراف ديالو بهد الجماعة الوهمية ما يسمى بالبوليزاريو، ولن يكون هناك دعم، وغادي تكون ضربة قوية بالنسبة للقادة ديال البوليزاريو وكذلك الداعمين لها بطبيعة الحال النظام الأوليغارشي الجزائري. كان معكم الأستاذ أحمد، شكرا لكم على المتابعة،
ما تنسوش الإعجاب وخليوا أنكم تفعلوا معنا في تعليقات. شكرا لكم، ترقبونا في حلقة أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء.